الشفرات جايكم بالشفرات وعلي نحرقكم حريق. عيوني باش هلا بيك. هاي ثوار واسط يا ابي. طيب الله اوقاتكم بكل خير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. صوتكم الذي يصل عبر شاشه الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيره حول اخر المستجدات على الساحه العراقيه وعلى الارقام الظاهره اسفل الشاشه. وفي البدايه نوجه عنايه الساده المشاهدين الكرام الى ان التردد الجديد لقناه الرافدين الفضائيه هو 10727 10727 على القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط اجهزه الاستقبال على التردد الجديد. نبدأ الموضوع، موضوع الحلقة لهذا اليوم، حول زيارة مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في الأيام الماضية ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صحيفة واشنطن بوست اليوم في تقرير إلها قالت بأن الولايات المتحدة اشترطت لدعم حكومة الكاظمي التخلص من أمراء الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، وأضافت الصحيفة بأن الدور القتالي للولايات المتحدة في العراق انتهى كما تقول، ولكن يبدو بأن الدعم العسكري المحدود سيستمر لحين الانتهاء تماما من تهديدات تنظيم داعش، فيما شككت الصحيفة في قدرة الكاظمي على قيادة العراق للانتخابات المقبلة في ظل وجود الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران ونفوذها المتصاعد. والتساؤل يطرح، هل يستطيع مصطفى الكاظمي السيطرة على هذه الميليشيات، أو هل هذه الميليشيات التي تهدد كيان المواطن وكيان الدولة، وهل يستطيع محاربة الفساد؟ وهؤلاء هم من أتوا به إلى السلطة وجعله رئيسا للوزراء، هذا هو التساؤل. النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير نجم قال بأن اتفاق حكومة الكاظمي مع واشنطن بإبقاء قواتها في العراق لثلاثة أعوام أخرى وإبرامها عقود الطاقة لا تصب كما قال في صالح أمن واستقرار العراق. أضاف بأن الكاظمي ملزم باتفاقية سابقة وقرار برلماني ينصان على جدولة خروج القوات الأمريكية من العراق، وأشار إلى أن القوى السياسية لن تلتزم الصمت كما قال بعد عودة جلسات البرلمان. طبعا ضمن تنامي الصراع بين أقطاب السلطة، النائب عن تحالف سائرون رعد المكسوسي قال بأن اتفاقية المليارات كما سماها اتفاقية المليارات الثمانية التي أبرمها الكاظمي مع الولايات المتحدة الأمريكية هي صفعة للاقتصاد العراقي والفساد اللي ينخر الاقتصاد العراقي صار لكم 17 سنة، ألا يهدد الاقتصاد العراقي؟ أضاف المكسوسي بأنه كان من المفترض أن يتعامل الكاظمي كما قال مع واشنطن على أنه رئيس حكومة وليس تلميذ كما وصفه يتم توجيهه بحسب رغبة الحكومة الأمريكية. وأضاف بأن تلك الاتفاقيات والصفقات المليارية كان ثقلها الأكبر لحساب الجانب الأمريكي، بينما لم تعد على العراقيين بشيء، واصفا إياها بالموجة الإعلامية، وشدد على أهمية معرفة ما آلت إليه الاتفاقية الصينية التي ركنت على الرفوف كسابقاتها من العقود التي أنهكت الاقتصاد العراقي. طبعا تحضر قوة سياسية في العراق ضمن المعسكر المقرب من طهران والرافضة لزيارة مصطفى الكاظمي إلى واشنطن لعقد جلسة برلمانية لبحث الزيارة والاتفاقيات التي وقعها هناك، ومساءلة الكاظمي بشأن تفاصيلها في خطوة سياسية لتعطيل تلك التفاهمات. ووفقا لعضو في البرلمان، فإن القوى السياسية الرافضة لمخرجات زيارة الكاظمي بدأت حراكا لتعطيلها من خلال البرلمان. بيّن لصحيفة العربي الجديد بأن تلك القوى تسعى لعقد جلسة برلمانية تناقش فيها جميع التفاهمات والاتفاقيات، وأن تتم فيها استضافة الكاظمي للاستيضاح منه بشأن تفاصيلها. وأكد بأن تحالفي الفتح ودولة القانون يخوضان حراكا باتجاه الكتل الأخرى لإقناعها بعقد الجلسة، على اعتبار بأن البرلمان لا يمثل جهة سياسية بعينها، وأن له القدرة على الاعتراض على أي اتفاقيات
لا تصب في صالح البلاد. رجح هذا النائب بأنه في حال نجح الحراك في جمع نصف أعضاء البرلمان بما يحقق النصاب سيتم عقد الجلسة الأسبوع المقبل. ومن ثم يعني طرح التساؤل ومحاسبة إذا صح التعبير مصطفى الكاظمي لزيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. معنا اتصال. أم علي من بغداد، تفضل يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علي أنا. نعم. جريمة قتل. واتمنى يعني من مصطفى الكاظمي يعني تبيض السجون، يعني ما اعرف شو اقول لك، يعني ما اعرف. نعم. وما عندي احد يمشي وراه، ولا عندي يعني مثلا واخلي محامي يعني ويطلعونه، او ما يعني ما عندي حتى يعني لا ولد، يعني شفت واحد انا الله وانا يعني مصطفى الكاظمي يطلع لنا اياه. زين. اتمنى تبيض السجن. حكم القاضي ام علي ابنك؟ لا والله زوجي هو. شلون؟ زوجي. زوجك. شو وقت اعتقله؟ صار له 5 أشهر. شنو التهمة؟ التهمة يطلبها فلوس. هو موظف. اي من يطلبه؟ يطلب وحده فلوس، تاخذ من عنده بنزين وهذا يطلبها فلوس. وخبطت قلت له تعال اخذ الفلوس من عندي. نعم. وراح ولقى جريمه قدامه. يعني هو مطلوب فلوس زوجك ام علي؟ لا اي يطلبها فلوس. منو هاي الشخصيه؟ وحده. نعم. وش سوت بعدين؟ ايه وكتلت رجلها. نعم. ايه وكتلت قالت لتأخاري أخلاقي بفلوس مالتك وكتلت. مدى افتهم عليك، هي كاتلة رجلها ورجلك يطلبها فلوس، شنو علاقة القضية هاي بهاي؟ هي تاخذ من عندها يعني بنزين تشتري من عندها وكتلت يطلبها فلوس. ايش قد المبلغ اللي يطلبها؟ لا. تمام. شنو اللي صار بعدين؟ يعني تم التعذيب احتراف. شلون؟ تم التعذيب احتراف. يعني هي اشتكت علي انه هو قاتل زوجها لو شنو؟ طبعا. اي تمام. اي اي وش وقت انقتل زوجها؟ صار له 5 أشهر. تمام. 5 أشهر، وبعد القاضي ما حكم على يعني ما حقق ويا زوجك او ما حكم؟ لا بعد ما حكم ما. نعم. عندي احد يمشي وراء ولا عندي فلوس واخلي محامي ويطلعونه. نعم. الله يبارك. وانا قاعده ايجار وعندي 5 بنات. نعم. ويعني حالتنا تعبانه فد مره، واتمنى من مصطفى الكاظمي تبيض السجون. الله يفرج عن كل بريء. أنا أشكرك أم علي من بغداد كانت معنا. أبو زينب، تفضل أبو زينب من النجف. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو زينب شلون نشوف؟ الله يسلمك ويخليك. شلون نشوف زيارة مصطفى الكاظمي؟ نحول يعني. نعم. على هاي الزيارة أو غيرها سواء مع أمريكا مع دول الجوار، يعني أن تثمر عن نتائج طيبة. نعم. تكفل اولا يعني سيادة العراق، حرية العراق، حرية الشعب العراقي، يعني يحقق طموحاته. هذا البلد الغني بالثروات، وثرواته وأمواله تذهب سدى. الى الان العراق هو تحت الفصل 7 للأمم المتحدة. نعم. وهذا يلزم أمريكا باعتبارها هي دولة الاحتلال وهي دولة الحرب في 2003 حماية العراق خاصة من الحدود الخارجية من كل دول الجوار المحيطة بالمنطقة. هاي مسؤولية أمريكا، لأن أمريكا هي اللي ساهمت في فتح الحدود، أمريكا هي اللي احتلت العراق. ثانيا
أنه على أمريكا أو على الكاظمي أن يطرح مسألة مهمة، إعادة جميع الأموال المنهوبة من العراق والذهب المنهوب من العراق، خاصة بعد 9/4/2003 واللي نهبته قوات التحالف، وموجودة الصور وموجودة الأفلام، وإعادة جميع الآثار المسروقة من العراق، يعني منذ العهود السابقة وحتى بعد الاحتلال. يعني هاي دوليا معروفة أنه أنت من تأخذ أثر بلد آخر وهي سرق وعدد من السنين، يعني ذول الجد يربحون ملايين الدولارات سنويا، وضربة في كم أثر وفي كم بلد. احنا مو نتغاضى عن هاي الأمور، هذه تخلي العراق يكون أسرع أثرياء العالم، هذه ثرواتنا، أطنان من الذهب شقاء القوات الأمريكية وقاعدين عليها. نعم. موجودة قوالب الذهب وقاعدين عليك استهانة بالبنك المركزي العراقي اللي هو رمز المال العراقي، كان المفروض يطرح هاي النقطة. وأيضا أنه يحد عن طريق أمريكا، لأنه العراق قلت لك تحت الفصل السابع، وأمريكا هي سبب كل هذا الدمار من 2003 إلى الآن، أنه تأمن حدود العراق. تركيا محتلة ثلاثة أربع دهوك، إيران يوميا تقصف السليمانية وتقصف مدروين، المنابع المائية هذه لازم كلها تطرح. هي مو فقط أنا أروح على مسألة حصر السلاح بيد الدولة وأنه أسوي مشروع كهرباء ومشروع مي وما أعرف شنو، كل الأمور لازم تطرح. وعلى الجوانب الأخرى بالنسبة للأحزاب، يعني أنه لا يكون الكيل بمكيالين، إخراج القوات الأمريكية من البلد باعتبارها دولة أجنبية وتتدخل بالشأن الداخلي. طيب ما أكو دول أخرى أيضا متدخلة في البلد، إيران مثلا لها اليد الطولة في البلد. هاي ما أطلب أنه أي دولة ما تتدخل بالشأن العراقي، لا عربية ولا أجنبية، وحصر السلاح بيد الدولة، والكشف عن قتل المتظاهرين السلمين وتقديمهم للمحاكمة والحكم العادل جزاء لهم بما اقترفوا وما فعلوا. وشكرا. شكرا أبو زينب من النجف كان معنا. أبو زكريا من كركوك، أبو زكريا تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو زكريا. أم مسلم من بغداد، أم مسلم تفضلي. أم مسلم تسمعيني؟ فقدنا اتصال مع أم مسلم من بغداد. أبو فيصل من السعودية، السلام عليك. كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بك. حي لك الأخوة الكادر الطيب. يا هلا بك. بالنسبة لزيارة الكامل مرشح البريتياز لأمريكا، هي تصب في صالح النظام الإيراني. نعم. ولا تصب في مصلحة العراق أبدا، هي تكريس للاحتلال الأمريكي الإيراني. هو يعمل هو أهم شيء عنده النظام، هو مرشح تابع للنظام، هو يعمل لصالح النظام بالتفاهم بين الميليشيات والولايات المتحدة المحتلة الرئيسية. وزيارة هي لا تعني للعراق إلا تكريس الاحتلال الأمريكي الإيراني، لا تنفع العراق بشيء. هذه زيارة الكاظمي، يشتغل لأمريكا، ما لن تفيد العراق. الاتفاقية بس بين أمريكا وإيران هي على حساب الشعب العراقي ومقدرات الشعب العراقي. وزيارة الكاظمي هي زيارة من قبل إيران. وتحية لك. حياك الله، أهلا وسهلا بك. عقيل من بغداد، تفضل عقيل. نصي التلفزيون عقيل وتفضل. عقيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، تفضل. بس نصي التلفزيون الله يخليك. يا مرحبا أخي العزيز أحمد. يعني كيف طلعت التحكم لكن يعني أهم بعدنا هو خلص من هاي الإشاد. تنصي التلفزيون عقيل حتى أفتهم عليك لو لا؟ نعم. تنصي التلفزيون حتى أفتهم عليك؟ لأن أنا كل شو بدي أفتهم عليك. نعم نعم. تفضل. انقطع اتصال مع عقيل من بغداد. طبعا الكاظمي أبرم خلال زيارته إلى واشنطن مع
الولايات المتحدة الأمريكية عدد اتفاقيات من أبرزها مع شركات النفط والطاقة، وإضافة إلى اتفاق على عودة برامج وكالة التنمية الأمريكية إلى العراق، إضافة إلى التفاهمات بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق في غضون 3 سنوات، وتشكيل لجان فنية لمتابعة الملف، كما شملت التفاهمات استمرار التنسيق الأمني الثنائي والتعاون بين قوات الأمن في العراق والتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش. وبدت ملامح الرفض واضحة تجاه تلك التفاهمات من قبل بعض القوى في العراق، إذ أكد تحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيات الحشد الشعبي بأنه لا يمكن للحكومة تجاوز قرار البرلمان بإخراج القوات الأمريكية من البلاد. وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي بأن المهلة التي وضعها ترامب لانسحاب الجيش الأمريكي من البلاد طويلة وتحمل نوعا من التسويف لحسم هذا الملف. أكد في تصريح صحفي بأن قرار البرلمان بإخراج القوات الأمريكية ملزم للجميع، وعلى حكومة الكاظمي تنفيذه من دون تسويف، فيما كشف النائب عن تحالف سائرون صباح العقيلي عن وجود مطالبات سياسية ونيابية باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإطلاع على بنود الاتفاقيات التي وقعها مع الولايات المتحدة. قال العقيلي في إيجاز صحفي بأن الاتفاقيات التي وقعها العراق مع واشنطن لا تنعكس كما قال إيجابا عليه، خصوصا بأن هناك الكثير من الاتفاقيات الأمريكية لم تكن واضحة ولم تكن فيها أي فائدة، وأشار إلى أن الاتفاق مع شركة الكترك للطاقة خير دليل، والمسألة ليست بهذه السهولة، خاصة كما قال بأن غالبية الاتفاقيات التي وقعها الكاظمي تصب في مصلحة الجانب الأمريكي كما قال. معنا اتصال أبو بكر من الإمارات، تفضل أبو بكر. أبو بكر تسمعني؟ أنا أسمعك. نعم تفضل عيني. شلونك أخويا؟ أهلا وسهلا بك. أقول لك ذول الحكومة يعني هسه بيقولون أنه أمريكا لازم تخرج وكذا وهاي. نعم ليش هم أخي العزيز منو جابهم؟ نعم يعني غير جت بيهم أمريكا جابتهم حلولة. نعم بالفعل. زين المفروض هسه هم يعني حقيقة أخي مع احتراماتي لهم يبوسون قندرة أمريكا. زين لأن أمريكا اليوم بعد ما يعني صار بالعراق تريش راح تسوي بيهم دولة؟ زين هذولا راح تقشهم كلهم تشيلهم. زين راح كلهم تقشهم تقولهم يلا يلا أنا جبت يلا بابا يلا شو تريدوني أطلع؟ وش الثاني يطلع ما يخالف بس خلي اشيلكم اول شيء. زين وبعدين عود نشوف شلون. فهذول اخي كريم هذول نايمين ورجلهم بالشمس. زين ودا يحلمون يريدون يطلعون امريكا وهم يقوم بالحكم. فاني ارد انا اوجه لهم رساله اقول لهم عمي ما في فيلم، ترى هذا الفيلم اللي انت تريدوه ما في شيء. زين روحوا شوفوا لكم غير السالفة. يعني أبو بكر أنت تشوف هذا نكران جميل لما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الطبقة السياسية؟ والله نكران جميل يعني من رأسهم إلى أساسهم. نعم زين المفروض هم أخي طبعا هم أخي ما عندهم لا عهد ولا ذمة ولا التزام، بس المفروض هؤلاء أخي يظلون طول عمرهم إلى أن يموتون بقبرهم يشكرون بأمريكا. زين بس شو نسوي هسه نشوف امريكا راح تشيلهم ان شاء الله راح نشيلهم كلهم واحد واحد ان شاء الله. انا اشكرك الله. ابو بكر من الامارات كان معنا. ابو جعفر من ابو غريب تفضل. ابو جعفر السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك اخي العزيز؟ اهلا وسهلا يا اهلا بك استاذ العزيز. بالنسبه لابو غريب. نعم الو اسمعك اخي. اسمعك ابو جعفر تفضل. ايش بيها ابو غريب؟ بالنسبه للخدمات ابو غريب. نعم الو اسمعك والله ما اريد اقاطعك تفضل. الخدمات ابو غريب تعبانه. نعم خدمات ابو غريب تعبانه. ماكو هسه عندك الشباب عطاله بطاله، لا خدمات لا تبليغ لا مجاري، الناس قاعدة عطالة بطالة، الفقر كاسر العالم.
نعم. احنا ميت حال اخي العزيز، احنا ميت حال، احنا تعبنا، شباب بغداد تعبت. نعم. ناس كلها اكتسبت، عطالة بطالة من ترجين، لا شغل ولا عمل. احنا ميت من الاستاذ مصطفى الكاظمي، يشوف لنا حل لهالموضوع هذا. نعم. والله تعبنا. الله يعطيك. يعني ليش مثلا يعني انت تكلمت على الخدمات، يعني وين العدل البلدية، وين الحكومة المحلية؟ انا اقول لك انا اشتكيكم سودة النائب مسؤول على بغداد، سوى السلم بس جيت تسوى حتى احنا بالبيئة طبعا ابو غنام منطقة البيئة طبعا هذا نعم. الشارع ابويا بعده هسه وشاب يكون المفروض هذا الشارع يتطور هسه ابويا صار جد وانا خلصت بلدي وهذا الشارع عم عيش نعم ما يصير ماكو خدمات ماكو خدمات ماكو بيجي على المولد شعل عندي ياخذ 15000 ذهبي الحاله ما بين تجيب بتبوك انا بالنسبه لي سايق تاكسي ومتزوج عندي ثلاث نفرات وعندي يتامى وعندي شهداء اثنين شهداء للوطن اثنين يا عبد الله عليك اشتغل تاكسي اطلع 5000 دينار باليوم الله انا حكي هذا وين ما يشيلوا ترى ليش مخلي العالم حتى على بطاله يا شخص عمل وهم يخفون بالملايين الملايين هم تيجي وقت الانتخابات يسوون الكسور ومش يسوون يسوون المجاري وهاي خلنا ننتخب والله انا من الناس انا ما انتخب نعم ما يصير اخي العزيز هاي الشباب من حتى على بطاله ما يصير احنا سوونا صوره حل مو واحد يخف الملايين والناس قاتلها تروح وقاتلها ضيم استعملت عين استعملت عين على الدفاع على الداخليه على حماية شخصيات ما يصير انت يا اخي ما يصير احنا لو تعبنا شباب ابو غنام تعبت وياه انا احكي لك انا في عندهم شباب ابو غنام تعبت انا واحد من عندهم انا امك كلها مجال بيتين خمسه بيتين خمسه كلها مجال معايا نهار ايش حصلنا احنا؟ ايش حصلنا؟ قمتنا وخالك كلها ايش حصلنا احنا؟ احنا نريد نريد ابو غنيت طبعا الناس اللي قاعده على الطابه مخ نعم وكلامكم كلام ملايين والشعب العراق شاف الجوع والعطش ما يصير يا اخي يا استاذ المحترم ما يصير ما يصير والله تعبنا والله ملينا يبقى انا بالله عليك المواهب انفتح وقال ما تنفتح وقلت الله ما يفتح المساجد مال ابو خالد ومال العراق كلها مسدوده هذا من يقبل بي الله محمد علي ما يصير خلوا الله بين عينكم خلوا الله بين عينكم مصطفى كاظم وانا وانا انا اسوي لكم شغل وانا علينا الكسر نعم وانا وياكم علي وين خليجي نبغى خليجي نبغى مش وضعيه هاي من جهتي نعم حق الكربي نعم ابو جعفر الله يعينكم والله يفرج عنكم وعن جميع العراقيين انا اشكرك ابو جعفر من ابو غريب كان معنا تحدث عن سوء الخدمات في ابو غريب ومع الاسف هو هذا الحال في جميع مناطق العراق. محمد من السماوه تفضل محمد. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه للرافدين حياك الله اخي العزيز. تسمح لي عندي رساله الى قيس الخزعلي. تسمح لي؟ تفضل. قيس هادي حسن عبد العال الهريشاوي الخزعلي، اعرف اصلك ايها الارهابي قبل ان تتحدث عن المجاهد الشيخ ضار المحمود الزوبعي الشمري. فضار المحمود كان يقاتل الاحتلال في الوقت الذي كان جدك حسن عبد العال الحرشاوي ابو هادي يعمل سائد لخيول الهنود الذين يعملون تحت أمرة الجيش البريطاني في سكنة الشعب. انا تعمدت ذكر اسمك الكامل حتى تعرف اني اعرف جدك وليس فقط جدك ايها الارهابي. حينما انتصرت دورة العشرين قطع رزق جدك حسن الذي كان يحتاج على فضلات الهنود وقد أصبح عارا في محافظة البصرة، فرحل إلى ميسان بعدها إلى النجف ثم إلى بغداد ومكث في السرايب وتوفي فيها. بعد ذلك أعطاكم الزعيم عبد الكريم قاسم
أرض سكنية في بغداد، الثورة التي ولدت فيها. وهنا إذا كنت تعتقد أننا لا نعرف أصلك فأنت واهم، فالعمالة متجذرة بكم إلى الأجداد إلى الآباء بالأحفاد، كما أن الجهات متجذرة بآل الضاري والحبوبي والبتشون. فأصمت أيها الإرهابي ولا تمس المجاهدين ولو بحرف واحد، فإني شخص أعرفك، والده يعرف والدك وجده يعرف جدك، فأنت عائلة خيانة وعمالة. رحمه الله ضار المحمود والسكر والحبوبي وأبو تشون وكل قادة ثورة تشرين العظام، شيوخ عشائر ديقار والبصرة وميسان والمثنى والأنبار. وشكرا لك يا أخي العزيز. شكرا محمد من السماوة، كان معنا اتصال أبو طه من بغداد. تفضل أبو طه. أبو طه عمر، أهلا وسهلا بك أبو طه، تفضل. أستاذ عمر، إحنا نريد نعرف زيارة الكاظمي للولايات المتحدة الأمريكية. نعم. شنو الإجراءات اللي سواها؟ شنو البنود اللي وقع عليها؟ غير يطلع لنا للشعب ويقول أنا وقعت كذا وكذا وكذا، حتى الشعب يكون على بينة. نعم. زين. شو خلاها صمتة؟ ما ندري يجوز باع على يجوز باع العراق واحنا ما ندري، يجوز باع بعد سنتين ثلاثة يجون يقولون يا بجل الكاظمي وقع على بيع العراق، يلا كل العراقيين يطلعون. انت رئيس وزراء اطلع على شاشة تلفزيون وألقي كلمة للشعب العراقي بانه احنا اتفقنا على اتفاقيات كذا وكذا وكذا وكذا، وكلها صوب لمصلحة الشعب العراقي والمواطنين العراقيين. لا. هو خلاها صنطة، من هو اللي سواه؟ هاي راح جاب له 7 مليارات، ما ادري 8 مليارات، حتى يعطيها للأحزاب الفاسدة ويعطيها للميليشيات اللي هو اللي يقودها، اللي ده يتوعد يوميا راح اكشف وراح اكشف وراح اكشف، هو اساس المشاكل ويعرفهم واحد واحد. زين، بس انت يدق على صدره راح اطلع فلان وراح اطلع فلان قتله وفلان قتله، وين القتلة طلعنا يا مصطفى الكاظمي؟ زين، خلد وضح لنا اذا هو كان مدير جهاز المخابرات ويعرف كل تفاصيل زين اللي صارت، ويعرف القتلة واحد واحد ويعرفهم، ويقدر خلال 48 ساعة كلهم يقدمهم للقضاء إذا يريد. بس هو محيري دي سوى هذا الشيء بأنه ينكتل الأحزاب جابوا وخلوا وخلوا عليه هاي البنود. زين، بإيش نفسر أبو طه جماعة قائمة الفتح، القائمة الموالية إلى إيران، أنه تريد تحاسب مصطفى الكاظمي بجلسة برلمانية وتستجوبه حول زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اتهامات مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة، تصريحات من قبل النواب بأن هذه الزيارة تصب فقط بصالح الولايات المتحدة الأمريكية بعد إبرامه بعض الاتفاقيات. شلون نقرأ هذه الهجمة إذا صح التعبير على مصطفى الكاظمي بعد زيارة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي من باب إعلامي لو الجماعة بالفعل زعلانين لأنه راح الأمريكي لو شنو؟ لا لا أستاذ عمر، هاي من باب إعلامي هذا. نعم. زين، زين، هو المحارك مو راح لأمريكا، العبادي مو راح لأمريكا. نعم. ليش خشنوا عليه هاي الشيء؟ زين، بس هاي يطلعون قدام الشعب العراقي بأنه دا يبررون نفسهم. زين، وهم مكيفين بهاي الزيارة، مكيفين. نعم. زين، والشعب العراقي قاعد مسكين مخلي يده على خده وقاعد ينتظر رحمة الله، لا شغل ولا كهرباء ولا تعيينات ولا كذا، وملتهين هم يوم بأمريكا راح يروح بالسعودية وراح يروح العمان. زين، شن اللي سوانا يا رحمة على أهلك؟ تعبنا والله، تعبنا، نفسيتنا تعبت. زين، القتل بالشوارع
يعني اليوم محافظة ميسان بباب محكمة ينقتلون ثلاثة على دراجة. نعم. يعني وثلاثة ينقتلون بباب محكمة وتحت العلم العراقي ينقتلون ثلاث مواطنين بمحافظة ميسان. نعم. وين راح يطلعهم الكاظمي؟ وأنا أشكرك. أنا أشكرك أبو طه من بغداد كان معنا. أم عبد الملك من السليمانية. تفضل يا أم عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك أخويا. بخصوص المعتقلين قبل فترة راح الكاظمي للسجن، ما أعرف يا سجن، بس يدور من هو من المتظاهرين منا من يومكم أو صاحب منا من المتظاهرين يجوز محاسمه. شفنا احنا على انترنت، خليه يفتح عنه يعني، بس المتظاهرين وراهم أهالي، هم حي الله المتظاهرين وعروسنا. بس تدري اللي صار له سنة وسنتين وعشرة شنو ماله أهل؟ وليش الدول الجوار كلها سوت عفو وهو لا؟ نعم. إيه ليش؟ يعني بس نريد نسهم، خليه يطلع يقول لنا يا ذا ولدكم هيك وهيك، إذا مأذين العراق ومأذين المجتمع هالجد وحاقدين عليهم هالجد، إحنا نتنازل بهم ما نريدهم. وأحيي قناة رافدين الشريفة اللي واقفة ومساندة كل مظلوم، وهي الأولى على كل القنوات. رب يرحمكم ويديمكم ووصلوا أصواتنا. يعني نعم. إلى متى الكاظم؟ يعني يروح عبد المهدي يجينا الزرطي، يروح الزرطي يجينا الكاظم. والله أخوي صار له فوق السنة في ابن المطار، هذا شهر التاسع إحنا ما سامعين عنه كل شيء. وراء أطفال اثنين وزوجته، والله أطفاله مرضى، وراء أمي، هو هالواحد عندنا يعني مريده. نعم. الله يعينكم والله. تعرفون وين مكانه أم عبد الملك؟ تعرفون مكانه وين؟ تعرفون وين مكانه؟ اي والله اي نعرف، بالمطار اقدرنا السليمانيين. نعم. جتي ما ادري، جتي السلفاجورات اخذتها الساعة 9 الصبح من يمنه. ساحتنا دور وين لقينا؟ حكينا ضابط الدعوة قال ما عندك شيء اصلا، قالوا له محامي. اي ليش لا؟ الظاهر. ايش قد حكم القاضي؟ واجهناك ايش قد حكم القاضي؟ اخويا مو قاضي، الضابط ما في الدعوه، هو اللي حاكانا عرف وهاي، قال لا تخلوا له محامي، هو حيطلع ما محكوم، ما ادري ايش قاعد القاضي. اقول لك يريد يستقبل قتل. نعم، هو هذا اللي انا اقصده. هل هناك حكم قضائي بحقه لو لا؟ لا بعدها والله ما صعد القاضي ولا صعد القاضي، يعني شايفين اوراقه ما ندري ايش كتبوا اوراقه، بس الله يعلم. نعم. وهو والله بريء، انا مو لان اخوي اقول بريء، كل تقريبا نص السجناء هي بريئه والله العظيم ما يصير هيك. ومن حكاننا راحت ام وزارتها قال لها موتوني كتل. نعم. قال والله خلعوا ايدي، خلوا راسي بالادري ومجرم. وين العراق مبيع من ايران؟ خليه يطلع يصرخ عبد المهدي حتى نشوف المديره غير العراق. نعم. هو مو يريد خدمه الزاميه، الشهر القادم يمكن يريدون خدمه الزاميه من الشباب. وين الشباب اللي ذا تبعنا كثير؟ شنو شي يقدر يخدم يقدر يسوي؟ نعم. اشكرك. انا اشكرك ابو عبد الملك، والله يفرج عنكم جميعا. معنا اتصال من بغداد. ام عماد، تفضل يا ام عماد. وعليكم السلام ورحمه الله. انا من بغداد، ام عماد. عندي ابني مواليد 2014. نعم. اعتقلوا تحت الخلان، هو ماله مخدرات، يعني هو طلع علي وطلع يطالب بحقي وبحق اخوانه. نلتقي عذبوه، وهسه نزلونا مطار بغداد باللجنة التحقيق، حولوا جنايات من شهر صار لهسه. اخباره ميت عايش، لا اتصال لا مواجهه. صار وين سوى له؟ ما سوى له في شيء، ما نعرف. ايش قد حكم القاضي؟ يعني احنا نريد حل، خلي الكاظم يسوي كل وعوده كذابه، ماكو واحد يزعل الذبحه.
يوم خلي يروح يلقاهم باللجنة التحقيقية مطار بغداد مسجونين. نعم. ما عندي فلوس اروح اخلي لي محامي، ما عندي احد اروح اوه شوف وين يعرفوا علي الفين يا ريت اعرف الرقم الواتساب مال وشوف وش قده. زين ام عماد القاضي حكم ما يعرفوا يعني يجيب المخدرات الميليشيات اللي طبب المخدرات مو الافراد مو العالم الدرس الله يبعث ما يطلعوا على مدى مستمرات من السجون. واحد ينسجن يطلع 10 اذا واحد يموت يطلع 100. انا عايشين بالذل عايشين بالمعاناه تعبنا مليان. زين ام عماد عن ما الله يعينك ام عماد تسمعيني ام عماد تسمعيني ام عماد ام عماد تسمعيني تسمعينك القاضي اصدر حكم على ابنك ولا لا؟ لا لحد الان موقوف. نعم. وما نعرف وين ما نعرف محكمته جاي نشوفه ولا يشوفون ابن السلطان ولا واحنا نعرف ودوه محكمة ما ودوه ابننا ميت بس ما نعرف عنه. الله يعينكم والله يفرج عن كل بريء. ام عماد من بغداد كانت معنا. ام محمد من بغداد تفضلي. ام محمد ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون استاذ محمد؟ اهلا وسهلا بيك استاذ محمد. احنا عمر عمر وياك عمر وياك تفضلي. الو اسمعك تفضلي. الو اسمعك تسمعيني. مطالب رئيس الوزراء مطالب الكاظمي مطالب نعم. الكاظمي بخصوص المعتقلين لازم يشوف ملف المعتقلين. نعم استاذ عمر لازم يشوفون ملف المعتقلين والله تعبنا والله ملينا من المعتقلين. نعم المعتقلين ماكلهم الجرح ماكلهم الامراض لو ميتين احسن والله والله لو ميتين احسن والله يعني عينك لا تشوفهم الجرب ماكلهم بالمواصل بالتاجي بالناصرية الجوع ماكلهم هذا الجرب هذا الجرب الموت احسن استاذ عمر. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعك الموت اهون والله الموت على الطريق اهون رئيس الوزراء يقطع ويدفعك على وجهه احسن يموتون احسن يعني والله حق والله تعبنا نفسي تعبت من تجاه المستقلين يا يعني هاي المعتقلين كلها كلها مجرمين. نعم يا 90% 90% هو ابرياء والله. احنا نطالب باخراج المعتقلين نطالب بوقف هذا الدم اللي جاي يسيل اهلنا بالجنوب يا اخي والله تعبنا والله ملينا والله المعتقلين دمرونا والله خلوا حالات نفسيه عندنا يتباشرون نروح نواجههم يتباشرون تجي الجرم ماكله نطبب الادويه ما يطببونها لهم يعني محاربينهم حرب نفسي هم ليش ما يقتلونهم ويعفونهم ويموتون يعني هيك ايران تودينا ايران تنتقم منها عندنا طلع عداوة 30 سنة يا اخي الله اكبر عليهم الله اكبر عليهم والله تعبنا احنا نطالب من رئيس الوزراء الكاظمي خواته بناته احنا نريد من عنده ان يشوف ملف السجناء. نعم تسمعني اسمعش اسمعش يا استاذ عمر وصل صوتنا وصل صوتنا وصل صوتنا لرئيس الوزراء شوفوا لنا حل اتجاه المعتقلين والله ملينا تعبنا والله تعبنا والله يعني حالهم تردالها يعني حالهم تردالها يعني شوفوا لك اياهم يعني قليل يعني شوفوا لك استاذ عمر شوفوا لك يعني ما تتوقع الجرب اللي ماكلهم ما تتوقع. نعم الله يعينكم والله يفرج عن جميع العراقيين يا رب. ام محمد من بغداد كانت معنا. ابو محمد من السماوه تفضل. ابو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. تحيه لك وتحيه لقناه الرافدين البطل. حياك الله يا اهلا بك. الله يحييك استاذ عمر. بالنسبه ل زياره الرحله او الرحله نعم. المكوكيه للكاظمي الى الولايات المتحده الامريكيه هي تأتي مؤملة لما بدأه المالكي والعبادي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. نعم. ولاحظ احنا بهذه الأيام زوبعة إعلامية ضد الكاظمي لأنه ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتقى بالرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي على الكاظمي عدد من الشروط
وذكره بأن الولايات المتحدة الأمريكية صرفت ما يقارب 25 مليار على تدريب القوات العراقية. نعم. من المعيب والمخجل أنه يظهر المالكي في أحد القنوات أثناء فترة الذهاب الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وينتقد ويملي على الكاظمي أن يقول كذا وكذا وعليه أن يفعل كذا مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. طيب هو منه اللي بدأ الاتفاقية؟ هو منه اللي وقع الاتفاقية غير فترة حكم المالكي واستكملها العبادي؟ وكل شخص يأتي على رئاسة الوزراء ويذهب عنها بعد ذلك يقول أنه ليس هو من وقع الاتفاقية وفلان هو الذي يتحمل المسؤولية. نعم. احنا عكادينا يعني الشعب العراقي اعتاد على التصريحات المتناقضة والتخلي عن المسؤولية وترك ما عليه من آثام استكبها في تلك الحقبة التي كان يحكم فيها. المالكي هو المسؤول الأول وهو الذي حطم العراق وهو الذي دمر العراق بسبب سياسة العنصرية الطائفية المقيتة. المالكي يعيب على الناس ما تفعله وهو أساسا مليء بالأخطاء. نعم. مثل الزوبعة الإعلامية اللي انقادت ضد دولة الإمارات قبل كم يوم في عملية تطبيعها مع إسرائيل. نجد أن الساسة العراقيين لديهم علاقات مع إسرائيل ومع دول أساسا هي لديها خلافات مع الدول العربية وخمس القارة ولا يعيبون ذلك على أنفسهم. هذا كله يصب في مصلحة السياسيين والأحزاب التابعين لإيران. هذه هو كله تنفيذ لمخطط إيران نعم الفارسي المشبوه. نعم. أنا أشكرك أبو محمد من السماوة كان معنا. شاكر من بغداد تفضل. شاكر ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. والله يا أخ عمر أنا اتصلت من الساعة بالعسل حتى بس مد أسمع صوتك أخ عمر لأن أحب أشارك على البرنامج اللي أنت بيه. والله الله يسلمك يبارك فيك. تفضل أخي. ويبارك لك. أنا أخ عمر أنا تعجل بشغلة واحدة بالسياسيين ذول الحالية مثلا يحكمون عصابة الخضراء واللصوص الحرامية. من يقولون احنا نريد نطالب بالانسحاب قوات الأمريكية من العراق. زين هم السؤال انتم شنو بدكم وخلاكم تحكمون وخلاكم تصيرون عندكم مليارات وتحكمون وصار عندكم شقق وعماير وغيرها غيرها خارج الدول. منو خلاكم ومنو جابكم ومنو خلاكم تحكمون؟ مو امريكا الولاء. المالكي من يحكي عن القوات الأمريكية ومو كان يبيع سبح بسوريا الولاء. زين العامري كان داير في الظهران يم الفرس دول المجرمين اللي دمروا الشعب العراقي من جنوبه الى شماله. وغيره الجعفري اللي اول ما صار فتحكم وانزل هذه الطائفية وذبح السنة والشيعة واحنا عراقيين ان شاء الله ما بيناتنا هاي الفرق بين سنة وشيعي. ومن اللي دمر هسه حاليا المتظاهرين هسه حاليا المظاهرات اللي بالبصره والناصريه ومن بغداد الى الجنوب منو دمرها؟ منو قمعها ومنو اغتال ومن اللي قتل ومن اللي خطف؟ مو هم لو غيرهم يا اخ عمر. زين انت شايف معتقل محكوم باعدام وهو هم اخوتي يعني اخوتي اخ عمر يعني انا دبينه امام الراي العام وامام ويسمع كل الدول وكل العالم تسمع كلامي تفضل. عندي اخواني وغايزين امانه والله يا عمر عندي اخوان اثنين معتقلين سجن الناصريه. نعم. وانحكموا بالاعدام وهم ما عندهم كل شيء والله. والله 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 وكل كلمه عليه الله يا اخ عمر انحكموا بالاعدام وهم كل شيء ما عندهم. واحد خلفه واحد عامل ناشور مال اسمنت جدامه. نعم. حكموهم بالإعدام واحد يحكم به أبد والثاني يحكم بإعدام
وتم شنو تم مالتهم من 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 شده التعذيب حكموهم بالاعدام واربع ارهاب وفوق هاي كلها حاليا هسه قاعد يعذبونهم بالسجون. نعم. قبل كورونا ب 15 يوم راحت الوالده تواجههم اخ عمر. راحت واجهتهم جابوا لها واحد من اخوتي لافينه بطانيه والبطانيه تنقط دم. ليش؟ يعني انت مو عراقي انت مدفوع مني من بس قول لي من اللي دفعك؟ دفعتك ايران لان على ابوك لابو ايران لابو امريكا لابو اليهود لابو الحظ الاكثر اللي جابكم علينا يا مجرمين يا فرس يا عجم. وهسه انا والله عتبي على التصريح من يقولون الطالب الكاظمي اني ينطي العفو العام الكاظمي ولا اللي جابه مو من رحم الشعب. لا والله انا اقول هذا من رحم ذولا الاحزاب المجرمين الفرس اللي الشياطين المجوس ابناء ايران ابناء هذول اللي قتلوا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وقتلوا علي الحسين رضي الله عنهم وهسه توسلون بهم. وانا نعم اذكرك جزيل الشكر. شكرا شاكر من بغداد كان معنا. رسائل واتساب يقول الكاظمي والعصابه اللي نصبتها للاسف خدعوا الشعب العراقي ولكن ما يخدعون الله. رسالة أخرى يقول فيها أبو محمود من الرمادي نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الحكومة لمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. رسالة أخرى يقول نطالب بالعفو العام مطلب جماهيري. العفو العام حق للإنسانية لأن الوباء انتشر بالسجون. رسالة أخرى يقول الطبقة السياسية لا في العراق باطلة ولا تمثل العراق وشعبه وهي عملية إيرانية تمثل إيران في العراق بإشراف أمريكا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.